شوف بصله كبير انت كتشوف حتى 220 هذه خاصه 220 جمله هي 230 زباله شوف كبير يلاه هذه كل المواطن هذه ها 15 درهم ماشي حشومه البصله هي 11 درهم جمله 11 12 15 درهم 13 درهم ماشي تتباع شوف بصله كبيره هذه بصله غلى بزاف اخويا بزاف بطاطا صافي بحال اليوم دايره 150 كتقدوا بطاطا وما جناهاش راهي بلاصه خاويه البصله ما تقديناش واش غنكلي ليها يلاه الفلفل صافي بحال اليوم تيدير 12 درهم كلشي غالي كلشي غالي المواطن كاين الدق شي درهم ديالنا هذا الله يحفظه صافي والله حتى بنادم مات بالجوع وكنقول لك اخويا قسما بالله الا جا في العشيه السوق ليه يجي العشيه وتشوف بنادم مسكين ملي كيساليو مع ديك العشره ولا هذيك كيمشي فيها بنادم في حالاته كيجيو الناس كيجمعوا داك الشيء من الارض من الارض يجمعوا بصله خامجه يجمعوا الخيز خامج يجمعوا كلشي خامج وكديو لوليداتهم لا اله الا الله وصافي والله الا ولينا كنحشموا باش نقولوا لبنادم الثمن باش كنبيعوا شنو السبب ديال هذا الغلاء هذا اللي وما نقدرش نقول لك اخويا انا بيع وشراء ما عارف لا فلاح لا والو شوف الناس اللي كيشريو الفيرمات وكيشريو هما اللي شنو كاين واش المازوط واش ما عرفتش ما عمرنا شفنا هاد الغلا كاع بحال ما هو كاع في حياتنا كاع 47 عام عمرنا في حياتنا ما شفنا هاد الغلا كيلو كان كيدوز عندنا رمضان زوين حنا ما عندناش الله اللي عالم بينا انا معاق انا ثلاثه الوليدات ما خدام ما ردام طريته تجبد الماء والضو يجبد كلشي يجبد غنتسطا والمدرسه واش كنفكر في الانتحار والله ما نكذب عليك بالله قسما بالله مقا ما يدار اش كتشوف والو حتى حاجه ما كاينه انت كتجيب السلعه كتجيب طون ديال السلعه كتجيب راس مالك كتلقى 30 درهم ولا 20 درهم من الشيطان كاين الله شي اخر فين مشى الله اعلم واش من الميزان واش ما فهمتش كنطلبوا من الله الله يدير تاويل ديال الخير كنطلبوا من الله ام العبد راه ما نطلبوش نطلبوا الله الله اللي كنطلبوه ام العبد راه ما كيتطلبش ورسالتي للحكومه تدخلوا انا كنشوف الفيس بانك قلت السلعه رخيصه راه هادي السلعه فين ما كايناش والو البطاطا اليوم قلت لك 150 ريال الا بغيتي تبيع خاصك 10 دراهم باش تبيع الا خديتي 400 كيلو ديال البطاطا عاول واحد 60 كيلو ليحه 60 كيلو ليحه خامجه مضروبه ما فاهم ليحه